مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ندوتنا الأخيرة لهذا الأسبوع، أو بالأحرى لفترة ما قبل الانتخابات، النمسا إلى أين بعد انتخابات 2017؟ استضفنا في الأسابيع السابقة وفي خاصة في الأيام السابقة العديد من الأكاديميين والسياسيين وحتى أصحاب الفكر الإسلامي أو المختصين بالفكر الإسلامي، وقدموا لنا موجز رائع عن ما عن ما سيحدث في فترة الانتخابات أو ما بعد الانتخابات أو التحالفات الواردة أو أي شيء صراحة يتعلق في موضوع الانتخابات، موضوع المخاوف، موضوع التحديات، موضوع الأحزاب، التطورات، الحملات الإعلامية. وراقبتم أو كل من شاهدنا في حلقة الأمس استضفنا فيها الدكتور تمام الكيلاني والأستاذ معالي ياسين، وتحدثنا فيها عن دور منظمات المجتمع المدني. ولكن اليوم في حلقتنا الأخيرة سنحاول أن تكون مميزة إلى حد ما. طبعا حلقتنا الأخيرة ما قبل الانتخابات، هذا لا يعني أنها حلقتنا الأخيرة، فحاولنا أن نأخذ فيها دور الشباب صراحة، واخترنا لكم شريحة من الشباب الفعلا فاعل ضمن الجدد هنا في النمسا، من الذين لا يحملون حق التصويت أو ليس لهم حق التصويت هنا كما ذكرنا هنا في النمسا. إذن دور الشباب في إثراء منظمات المجتمع المدني ودورهم في المجتمع. ويسعدنا أن نستضيف معنا في استوديو كن معي مراسل هنا عن يساري الأستاذ عبد الحميد قويدر، ناشط مدني في منظمات المجتمع المدني في النمسا، والمهندس حسام الجنابي، مؤسس جمعية سفراء السلام للعمل التطوعي في النمسا. وكما عودناكم لقاءنا مفتوح للنقاش فيما يخص محور اللقاء هنا معنا. وطبعا كما عودناكم أيضا الأسئلة مفتوحة في القسم الثاني للبرنامج. وقبل أن نبدأ أحب أن أعرف بضيوفنا الأكارم. الأستاذ عبد الحميد هو مؤسس منظمة الإفها أو فلوختك هيلف أسرة، ومؤسس مشروع ريفوجي فور ريفوجي اللاجئين للاجئين، ومنظمة إفها أو كما ذكرنا، وعضو مؤسس في منظمة You are welcome، وعضو المنصة الداعمة لسياسة اللجوء الإنساني. وأيضا الأستاذ حسام الجنابي أيضا من المميزين هنا في النمسا، وهو مهندس عمارة أعتقد، مهندس مدني قرابة 3 سنوات هنا في النمسا، لديه أكثر من براءة اختراع في مواضيع جدا دقيقة ومهمة هنا في النمسا، ولديه أفضل مشروع ألا وهو مؤسسة سفراء السلام للعمل التطوعي. عبد الحميد وحسام، نرحب بكم ضمن الاستديو كن معي مراسل في الحلقة كما ذكرنا الأخيرة ما قبل الانتخابات هنا معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. صراحة دائما لمنظمات المجتمع المدني الدور الأكبر في أن تجد سبل الترابط بين الشعب وبين الهيئات الحكومية هنا في النمسا. يعني على سبيل المثال لابد من صلة تواصل، إما صلة تسهيل تواصل بين الأفراد إن كانوا جدد، إن كانوا قدماء، إن كانوا بأي مجال، إن كان بمجال حقوقي، بمجال مدني، بمجال إغاثي، بمجال تطوعي، بمجال الطوارئ، في أي مجال يبقى لمؤسسات المجتمع المدني البصمة الدائمة في ترسيخ هذا الكلام. أستاذ عبد الحميد قويدر، ماذا تحدثنا من خلال خبراتك في العديد من منظمات المجتمع المدني عن فعالية هذه المنظمات فعلا في إثراء العمل التطوعي والاندماج الصحيح هنا في هذا المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيك وبالسادة المشاهدين ويسعد مساكم. أول شيء أنا حابب بتعريف بسيط نعرف ما هي منظمات المجتمع المدني. هي عبارة عن مجموعة من الأفراد يقوموا بعمل جماعي تحت مظلة مؤسساتية أو تحت جروب لحتى يخدموا المجتمع اللي هم عايشين فيه، وطبعا هم ملتزمين بقوانين هذا البلد اللي المعمول فيها الجمعية هاي. وتختلف الجمعيات من نوادي ترفيهية إلى جمعيات اقتصادية لحقوقية لنشاطات مدنية وخدمية وما إلى ذلك. هلأ دور المنظمات المجتمع المدني وخاصة المنظمات الشابة في هذا المجتمع تختلف باختلاف قوانينها والهدف المرجو منها.
فهناك مثلا المنظمات الحقوقية التي تعنى بقوانين بحقوق الإنسان والمدافع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه أو جنسه أو عرقه أو دينه. في منظمات ترفيهية لا تعنى بأي شيء إلا الترفيه. في منظمات سياسية أيضا تعنى بسياسة الدولة وبالتصدي لبعض الأحزاب اليمينية أو اليسارية حتى. باختلاف هاي المنظمات الهدف منها كلياتها اللي هي تنمية هذا المجتمع. الكون كله مركب على البناء والهدم، على التصادم والتدافع بين الناس. التدافع هذا هو اللي بيخلي المجتمع يرتقي أكثر بنمائه وتنميته، وبنفس الوقت زيادة هذا التدافع يؤدي بهذا المجتمع كمان لانحطاطه. تمام؟ جميل جدا. يعني كمان صراحة رح كون معك أستاذ حسام، أيضا أنتم قمتوا بفكرة جدا جميلة، أنكم قدمتم الزهور في أعتقد في السنة الماضية في الشارع، وكانت مبادرة جدا جميلة. ولكن ما هو تعليقك فعلا على تلك التجربة؟ إلى أي حد رأيت أنها لها صدى فعلا في هذا الشارع لتقارب بين النمساوي وبين الجدد هنا في النمسا؟ أول شيء حب أرحب فيكم وشكراً على هذه تحت هذه الفرصة. هذا الموضوع بالحقيقة هو موضوع مهم جداً، وهو العمل التطوعي والأعمال منظمات العمل المدني والاجتماعي. بالحقيقة من دخولنا في البلد في فترة ليست بالطويلة لاحظنا ردات الفعل بدأت في الشارع النمساوي تتصاعد باتجاه سلبي تجاه الأجانب. هذه بصورة معينة جاءت عن طريق سوء التواصل، وهناك قد يكون جفاء بين اللاجئين من جهة والنمساوي من جهة. فحاولنا نبحث عن وسيلة نقرب فيها وجهات ونعمل طريقة تواصل بين الناس البسطاء من المهاجرين اللاجئين إلى آخره، وأيضا الشعب النمساوي. حقيقة هذه خطوة انطلقنا فيها بتأسيس منظمة العمل التطوعي، لأنه نريد أن نبرز صفة إيجابية على الناس عن طريق العمل التطوعي، لأنه الكلام لوحده لا ينفع وربما لا تصل الصورة قوية. فكلام معه عمل تطوعي يهدف لإيصال صورة أنه الناس هنا جاءت أيضا لظروف إنسانية، ولكن نفس الوقت تساهم إيجابية إيجابي من المجتمع النمساوي. جميل جدا. يعني أستاذ عبد الحميد، يعني صراحة هنا يقول لك البعض أن موضوع الاندماج يبقى موضوع جدا صعب، وأيضا أحدهم يقول لك أن الاندماج هو ضياع للهوية. فهل استطعت أنت من خلال المنظمات التي قمت في إنشائها أو ساهمت بإنشائها أو عملت معها على ترسيخ على أن يجب على الشخص أن يحافظ على هويته، ولكن يجد آلية معينة لأن يتواصل مع مجتمعه دون أن ينحل انحلاله وينسى هويته؟ تماما. حابب نوه تنويه بسيط، أنه في النمسا يوجد حوالي 120,000 جمعية ونادي يعملون هنا في النمسا، من الجمعيات الصغيرة إلى المنظمات الكبيرة كالكاريتاس والصليب الأحمر. جميل. كلهم على مختلف مستوياتهم يبرزون هوياتهم. فأنا أرى العكس تماما، بعكس هذا السؤال، أن منظمات المجتمع المدني أصلاً من إحدى أهدافها أنها تبرز هوية الشخص وتبرز أيضاً هوية الجماعة التي يعملون بها. فالسؤال حقيقة في نوع من يعني نعيد صياغته من جديد. خلينا نقول أنه هل المنظمات تساعد في عملية الاندماج؟ طبعاً تساعد في عملية الاندماج. هل المنظمات تمحي هوية الشخص؟ لا، بالعكس، تزيد من هوية الشخص وتبرز هويته. أنت سألتني كتوجيه لسؤالي، يعني كأنا كشخص، لا بالعكس، أنا أحسنت من خلال العمل مع المنظمات الأخرى وبتأسيسي لمنظمتين وأخرها هي الإفهاء، وعملنا مع الشباب أنا بقصد هلأ خلينا نتفق أنه كلمة الشباب هي بتعني الشباب والبنات، الفئة الشابة طبعاً. عملي مع هذول الشباب هو ساعد على إبراز هويات كل شخص فيهم وتنميته حتى وإظهاره للآخرين بأجمل صورة، الشخص اللي بيحسن يعبر عنها. طيب، فأنا أعتقد العكس تماماً. يعني تماماً، بس يعني شو بتعطينا صراحةً حميد، يعني موضوع إحصاءات أرقام،
شو عدد الناس اللي فعلا قدرت الى حد ما تندمج؟ ما بعرف اذا موجود عندك يعني عدد الناس اللي قدرت تلاقي فرص عمل، عدد الناس اللي عم متواصله مع هالهيئات المجتمع المدني، عم تقدر فعلا تعطيها رساله، عم تقدر تعطيها فعلا دفعه للامام لحتى توصل للاندماج الصحيح؟ شوف سيدي الكريم، اول شيء اذا بدنا نتكلم عن اللاجئين، وانا عم بتكلم عن القادمين الجدد اللي قدموا من سنتين ولحد هاللحظه هي، بكل صراحه انا متفائل جدا انه في اعداد ولو هي كنسبه مئويه لا تتعدى 20% من 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 نسبه اللاجئين او القادمين بشكل عام، اذا عم نحسب نحن العرب والافغان وباقي الجنسيات الاخرى. هالنسبه هي البسيطه هي ساهمت ببناء مجتمع مدني جديد أو انخرطت بأعمال تطوعية أو بأحزاب سياسية داخل هذا المجتمع. بحسن أنا أقول أنه للأسف المشاركة هيك خجولة ما زالت يعني بعد سنتين، وأنا بعزيها لضعف اللغة رقم واحد، رقم اثنين لضعف الهمة والمبادرة تماما. يعني صراحة هذا الموضوع اللي هون كنت بدي أنه أرجع أعقب عليه، يعني هل تعتقد أنه يوجد أساسا ضعف في آلية فهم عمل المنظمات المجتمعية، آلية عمل المجتمع المدني؟ يعني الناس اللي خرجت إما من سوريا من العراق متعودة إلى حد كبير على موضوع الانغلاق وخارج من أنظمة رجعية فردية أنظمة تماما، فهذا الموضوع بتخيل كلياتنا بشكل أو بآخر منعاني منه، كيف قدرت تتجاوزه؟ كيف قدرت تشكل فريقك؟ تماما. هلأ هي عقبة جدا جدا صعبة كانت على المستوى الفردي وعلى مستوى تكوين الجمعيات حتى، وهي بعتقد هي العقبة الأولى اللي واجهت كل الجمعيات العربية الجديدة اللي تأسست هون داخل النمسا، وأنا عم بتكلم هلأ بصورة عربية بمعنى اللي على تماس مباشر معهم واللي بعرف كل تفاصيل أعمالهم. فمن عيوب هي الجمعيات اللي انبثقت من مجتمع كنا عايشين فيه كمصلحة فردية، الشخص بيأمن قوت يومه وما همه بقى للمجتمع يخرب يعمر، تعرف أنت التفاصيل اللي كانت في بلادنا. أفرزت هاي الجمعيات، هاي الجمعيات إجباري بدها تمر بمرحلة ولادة جديدة، بدها تعاني من نكسات، بدها تنهض من جديد، بس ولكن عم تمشي وعم تبني صح مع هذا البناء والهدم اللي عم تمشي فيه. عيوب الجمعيات مثل ما ذكرت حضرتك، أول شيء عم تمر بموضوع الشخصنة، ونحن يعني نحن ربينا على هذا الموضوع أنه أنا وأنا اللي مستلم وأنا اللي بأشرف، وإذا رحت أنا غبت أنا فالمؤسسة تنهار، وهذا عكس تماما الصيغة التي جاءت بها منظمات المجتمع المدني. تاني نقطة أنه نقولها بالعامية، الناس بصلتها محروقة، فتحصيل النتائج كان فورا الناس بدها تحصل نتائج هذا التعب أو هذا الجهد المبذول داخل هالجمعية، ومع العلم أنه العمل الجماعي ثماره تأتي أكلها بعد سنتين أو ثلاث أو خمس سنوات أو عشر سنوات، الواحد بيجوز يضل عم يشتغل لهاي الجمعية لحتى بالأخير تثمر وتعطي إنتاجها وتصير عم تدور لوحدها بدون مساعدات خارجية. يعني بدك تقول أنت معظم المؤسسات أو المنظمات الكبيرة هي فعليا نشأت صغيرة وكبرت حتى صارت بالشكل اللي احنا هلا بنعرفه، وازداد الدعم لها على سبيل المثال مثل منظمه الكاريتاس، منظمه الدياكوني، منظمه الفولكس هيلفي، منظمات كثير هي اللي فعلا تمام. استاذ جنابي، يعني حضرتك انت انهيت اللغه تقريبا بقرابه 9 أشهر وحصلت على شهاده البيتس فاي، معروف البيتس فاي يعني معروف مستوى الصعوبه اللي الواحد بيعانيها حتى يحصل عليها، ولكن صراحة شو بتحكي لنا عن الفترة اللي انت عانيت فيها حتى وصلت انت لمرحلة العمل؟ انت حاليا لا تعمل في شركة هندسية محترمة لك وضعك ولك ترتيبك وعلى اعلى مستوى، ولكن احكي لنا على هالفترة الانتقالية. في الحقيقة هي الفترة الاولى السنتين هي يحتاج عمل فيها كثير في آن واحد، يعني في الفترة الاولى مسؤوليات اولها واهمها هي اللغة لأي قادم. هناك ناس يتهاونون بالحقيقة، وجدت كثيرين وأعرف ناس شخصين كثيرين يتهاون بأهمية اللغة، لا يعرف أن اللغة هي المفتاح الأول اللي تفتح لك أبواب حياتك أو مستقبلك، منها إن كان عمل تطوعي إنساني، إن كان تواصلك مع المجتمع، لأنه إذا أنت تخيل كل شخص جالس سنتين أو 3 سنوات ولا يعرف يفهم ماذا يقول المقابل في الشارع أو ماذا يسمع، فتوقع كم موقف يوم يحيكون فيه سوء تواصل مما يعطي سلبية للطرفين،
عن كان جهه لاجئ او احكي لنا حسام عن تجربتك، احكي لنا عن تجربتك حتى قدرت توجد هالعمل، كيف كانت تجربتك مع مكتب العمل، كيف كانت تجربتك مع مع منظمات المجتمع المدني اللي انت اسست اعدها، وكيف ساعدوك حتى فعلا توصل لمرحله انك انت تعمل. احكي لنا انت كيف وصلت لعملك، معلش بالحقيقه تفصيل جدا هي هي, هي باللغه اول شيء. انا ضغطت على نفسي باللغه، ذهبت الى معهد هو اللي هو الفو في او اللي هو الفور ستودنت اللي قاعد ديربينا اونيفرسيتي، هذا معهد يعتبر خلينا نقول الدراسات الاوليه في جامعات فيينا. طبعا هذا دفع خاص ما يغطي مكتب العمل، هذا هو يعني انت تكلفت على من جيبك الخاص حتى انك انت تاخذ اللغه بالشكل الصحيح. وللاسف البعض ما فاهمين النقطه صح، يقولوا لي لماذا تدفع مكتب العمل يعطيك؟ قلت لهم اللغه مهمه للتواصل لفتح افاق اخرى. بالنسبه للعمل هذا المعهد يعرض انتنسيف كورس، يعني هو اللي هو ما اعرف كيف اقولها، اللي هو يعني كورس خاص، كورس خاص قصير ومضغوط خلينا نقول عليه اذا صحت الترجمه، في 4 شهور ونص. طبعا هو سمستر 4 شهور ونص تقريبا، 4 ساعات ونص يوميا، سمسترين في السنه. طبعا بالعاده الناس العاديين يتجاوزوها في 3 سمسترات او فصول اللغه من الصفر للبيتس فاي. و يعني الناس، انا طبعا عديت الحمد لله انه تجاوزت مرحلتين في اللغه، من هو الكورس اللي هو الآ، تجاوزت الكورسين الى مرحله الاف على طول، وطلعت مع نوتة سباي اللي هي علامه 2. فانا كنت مش راضي عن النوتة مالتي، والاستاذه تقول لي انا احنا على واحد طلع معانا بالسمسترين بيتسباي نوتة دراي، فانت لازم تحمد الله وتشكره. فالضغط العبره والنقطه هو الضغط على النفس، بعدين الثمار بدات تؤتي، بدات الثمار تظهر وتؤتي اكلها. حسيت بفرق كبير بعد ما كنت قمت افهم الناس في الشارع يفهموني، بعد ما قمت اخلص واساعد الناس اصلا يخلصوا اشغالهم في ترجمه وفي غيره. فهذا فتح لي باب انه ناس تقول لماذا يعني ضغطت على نفسك وتكاليف ايضا عشان تخلص اللغه او في وقت قصير. فلو حسبتها اقتصاديا من غير المنافع الاجتماعيه ونفسك وكل مجتمعك، اقتصاديا انه انسان يجلس على مساعده اجتماعيه هي نوعا ما هي فقط المعتاز الذي لا يستطيع اي عمل اي شيء. من الذي امن لك عملك؟ بصراحه انا، لانه مكتب العمل يبدو انهم غير مستعدين فعليا شكليا. نعم هم المفترض يجدون العمل وغيره، ولكن انا من تجربتي مع مكتب العمل، انا جلست تقريبا سنه في البيت وابحث عن عمل وابحث عن مساعده. النظام معقد جدا، يكبح جماح الشخص اللي يريد يشتغل. اذا تجربتك مع مكتب العمل كانت يعني بتصفها انه ما كانت موفقه، وانت اوجدت عملك بشكل مكتب العمل بحقيقه العمل بحقيقه الامر والمنظمات المتعاونه معاه اللي هو يسموها جوب براتون، تاخذ مبالغ كبيره لمساعده اللاجئين، ولكن التوجيه المبالغ هذه غلط ولا تخدم مصلحه اللاجئ للحصول على عمل. فكل شخص مضطر انه لازم يشق طريقه، واللغه هي اول مفتاح. تمام. طيب لو عدت لك استاذ قويدر، يعني يا ريت تحطنا بصوره الفرق، كيف تتعامل على سبيل المثال الدوله هنا، المؤسسات الرسميه OIF الخارجيه الداخليه الشرطه، بين التعامل مع شخص فردي لوحده او بين مع منظمه كمنظمة المجتمع المدني، عشان يعني منظمة الإف أو لا، كشخص يمثل منظمة، كشخص فردي وشخص، ما هو الفرق الذي أنت واجهته؟ يعني أنت يا ريت تحكي لنا في هنا في النبسة تجربتك على سبيل المثال قبل إنشاء منظمتك وبعد إنشاء منظمتك، كيف أصبحت آلية التعامل؟ تمام. أول شيء على المستوى الشخصي، أنا صار لي قرابة 7 سنوات أعمل في العمل التطوعي إلى جانب عملي الخاص ودراستي. لا، قبل ما أتي للنمسا. بعد بشهر من مجيئي للنمسا بدأت بالعمل التطوعي، وأسست أول فرق أو بروجكت يعتبر اللي هو Refugees for Refugees، بإمكانيات بسيطة داخل الكامب بمساعدة أصحاب المشرفين على هذا الكامب. هلأ بالانتقال بعد ما الشخص أخذ الإقامة وقدر انه هو يستقر هون بالنمسا، هون بقى تبلورت الافكار عندي بانشاء الجمعيه اللي هي الاف هاو، لحتى تكون هي درب ومناره مو بس لي كشخص كعبد الحميد، ولكن لحتى نؤدي فيها دورنا داخل هذا المجتمع، تكون هي مثل بوابه او طريق لحتى انت تحسن تكون فاعل داخل هذا المجتمع، مو بس لي شخصيا لا، ولكن كمان للشباب وكل الاشخاص
اللي اشتغلوا معنا وانضموا لنا للجمعية. نظرة الحكومة أو حتى الأفراد المجتمع أنفسهم للأشخاص اللي عم يشتغلوا بالأعمال التطوعية هي نظرة مختلفة، يعني ترفع له القبعة هذا الشخص اللي أسس منظمة، مو فقط أسس حتى يساهم بأعمال تطوعية. يقول لك مثلا أنا أعمل في الـ OEF أو الـ Integration Fund ساعتين في الأسبوع فرايفيليك أو تطوعي، أو يقول أنا أعمل في الكاريتاس، وكثير من الناس ساهموا في هذه الأعمال التطوعية. بإمكان الواحد أنه يتطور أكثر على صعيد معاملاته مع الدولة ودوائرها، وحتى يعني أنا أشعر صراحة لما بدخل على الانتجراتيونز فون بالاحترام وبمعاملة يعني مختلفة قليلا عن باقي الأشخاص. أولا بسبب اللغة، لأنه هي عقبة، أول عقبة المفروض الشخص يتخطاها. طبعا قبل، على فكرة، لما الشخص بيتعلم اللغة وبيحطها هيك على جنب خلص بيخلص منها، لح يشوف نمسة جديدة بالفعل. صراحة جميل. نمسة غير اللي كان يشوفها. أنا في أشخاص كنت بعرفهم من أكثر من سنة، من قبل ما أني كنت لسه بادئ بالآينس وبدورات اللغة، هلأ نظرتي لإلهم مختلفة. وعلى فكرة انقطعت هي السنة ما شفتهم فيها، بعد هذه السنة وبعد ما التقيت فيهم مرة تانية اتفاجأ أنه أنا زلمة عم بتكلم معاه بالألماني بعد ما كنا في الأول نتكلم معاه بالإنجليزي. فالشخص اول شيء نظرته لك اختلفت، انه بعد سنه انت شخص قاعد عم تتفاعل معي، صرت عم تفهمني، عم بفهمك. بتعرف انت الولد الصغير هذا اللي بيقول بابا بابا قديش بيفرح الاب قد الدنيا. فهيك نظرتهم له للشخص اللي بيتعلم هاللغه هاي بنفس النظره هاي تماما. تمام. وهذا اضيف عليها نقطه، يعني نفسيا الشخص يتغير من حالة سلبية إلى شخص إيجابي تماماً. نفسيا جدا جدا الأمر، يعني أنا قلت بعد ما انتهيت من اللغة أنه كان المبلغ يستحق لمجرد أنه شفت الفرق النفسي على صعيد شخصي. تمام. يعني أنا هلأ سؤالي اللي إلك دقيق جدا أخو سام، أنت مثل ما ذكرت أنك بأول سنة ونص من تواجدك بالنمسا حصلت على براءتين اختراع، الأولى في مجال توفير الطاقة في الأجهزة المحمولة والتي تحتوي على شاشة، والثانية في مجال الأعشاب الطبية، خلط مضاد حيوي وفطري طبيعي فعال وبديل ليس له تأثيرات جانبية، مما أهلك للحصول على عضوية اتحاد المخترعين النمساويين. هذا الكلام إلى أي حد ساعدك في وجودك في النمسا وأعطاك على سبيل المثال يعني دفعة للأمام؟ لا، يعني جعلك شخص مميز هنا في المجتمع النمساوي، يعني أنت عضو في جمع اتحاد المخترعين النمساويين. هذا الموضوع إلى أي حد أفادك؟ بالحقيقة السنة والنصف الأولى كانت فيها عمل جاهد جداً. هي هذه في الوقت اللي أنا أنتظر فيه جواب دائرة الهجرة أو محكمة اللجوء كما معروفة. أنا في الوقت هذا كنت أستغل الوقت اللي عندي اللي أقدر أوفره في شيء نافع. فبهذاك الوقت كنت أنا أقدم على براءات الاختراع، يعني هذا الموضوع قبل حصولك على قبل حصول على اللجوء. بعد أن أنا أنتظر وأنا ما حبيت أضيع وقت، لأن كل وقت يمشي بصراحة لازم هذي استغله في شيء نافع على أقل تقدير. فكنت أقدم. الغريب في الأمر اللي واجهته في الباتينت أمت، يستغربون أنه شخص ما عنده إقامة في البلد ويسعى في هذه المواضيع أنه يعتبرها شيء متقدم أو سابق لأوانه. ومن ناحية أخرى كنت حتى أواجه مصاعب اللغة باللغة الإنجليزية، يعني في الباتينت أمت تعتبر دائرة حكومية رسمية، ومنش بالسهل أنه حد يتكلم معك بالإنجليزي ولا هو يعرف، يعني تعتبر مكان رسمي. فالتقديم على وما تعرف حقوقك، ما تعرف يعني مواضيع جدا معقدة. يا ريت لو تحطنا بصورة الاختراعين اللي حضرتك انت يعني قدمتهم، ألا وهو خاصة في موضوع زراعة صناعية أيضا. هذا موضوع ثالث. هذا حقيقة هو هذاك مش اختراعي ولكن سابقة في المنطقة. طيب حتى في الاتحاد الأوروبي. ممكن تحكينا على موضوع توفير الطاقة في الأجهزة المحمولة، يعني بشكل مختصر. حقيقة هذه واحدة من الشهادات اللي هي تتكلم عن موضوع توفير طاقة في الأجهزة. رغم أنه خارج. داري تتظهر بس للكاميرا إذا سمحت. هذه أول شيء. جميل. الشهادة. هسا الآن أريكم
نقطة. تمام، هذه الشهادة بشو هاي الشهادة؟ هذه براءة اختراع في توفير طاقة في الأجهزة المحمولة اللي تحتوي على شاشة. هذه نظرة سريعة على رسم توضيحي يعطي فكرة كيف ممكن توفير الطاقة في الأجهزة المحمولة. هذه الصفحة الأولى والثانية وهذه الصفحة الثالثة. طبعا الملف مال براءة الاختراع يقارب 40 صفحة. هذه بس مجرد شهادة مختصر، شيء مختصر يعني. جميل جميل. طبعا تنشر في المجلة الرسمية العلمية. طبعا. هذه طبعا تعمل فقط من قبل الأجهزة المصنعة للأجهزة الذكية، يعني ما ممكن عملها كبرنامج، إنما فيرموير اللي هي البرنامج الذي يعمل ثابت بتشغيل في الجهاز. نعم، فهذا بصراحة خارج اختصاصي. طبعا. والثانية هنا تتحدث عن حقيقة هي خلي أقول أنا مختصاص طبي، ولكن أنا بحث وعندي اطلاع في مواضيع متعددة، يعني مش خارج اختصاصي. يعني مثلاً أنت كمهندس مدني عملت أول اختراع في مجال إلكتروني بحث، والبراءة الثانية في مجال طبي بحث. هو حقيقة هو مواضيع العشبية يسمونها كرويتا، أيوة الهيربال. في يوم أنا اضطريت لهذا البحث وسويت بحث خاص، جمعت أقوى مضادات حية طبيعية اللي هي مضاد حيوي، مضاد بكتيري، مضاد فطري، تجتمع كلهم بخلطة واحدة ليس لها حقيقة جوانب خطيرة. طبعا. هذا اللي مكنني أقدر أمشي بهذه الخطوة. طيب، هل حاول أحد هنا في النمسا التواصل معك لتقوم يعني عفوا في استثمار هذه الاختراعات بشكل أو بآخر، أو أي منظمة على مستوى العالم؟ حقيقة مثلا هي تحتاج علاقات أكثر مما هي تحتاج مجرد شهادة، أكثر من الاختراع نفسه. أكثر من الاختراع نفسه، هذا اللي واجهته. مثلا يعني هذا الاختراع اللي يختص بموضوع توفير طاقة في الأجهزة، يعني لازم تكون عندك حاولت تتواصل مع الشركات، مو سهل يعني، ووصلت طريق مسدود أو مغلق. أنه أتواصل مع الجهة اللي بداخل مثلا سامسونج أو أبل حتى أعرض لهم هذه الشهادة. هل الموضوع إلى أي حد ساعدك هنا في النمسا على مستوى أي علاقة اجتماعية على مستوى رسمي؟ بالحقيقة هو أنا عندي تواصلات صارت، يعني وصلت حتى مع خصوص اللي هو النقطة الثالثة، موضوع العمل التطوعي منظمتنا سفراء السلام، اللي هو الأذرع اللي صنعناها في طابعات ثلاثية الأبعاد. هذه سابقة حصلت في منظمات في أمريكا وفي بريطانيا، واحنا اول منظمه تتبنى هذا المشروع في اوروبا بالحقيقه، وكان هدفنا موجه انه نوفر الاذرع، والان نقدر نشوفكم نريكم. طيب، بنشوف النموذج ان شاء الله بعد الفاصل. مشاهدينا ومتابعينا، نتمنى ان تبقوا معنا، سنعود اليكم بفاصل قصير، ومن ثم سنتناول الموضوع الآخر الذي في لقائنا هذا، أيضا موضوع الأستاذ حسام، موضوع الزراعة المساعد الذي قام بالمساهمة في تصميمه، وأيضا الموضوع الأدق وهو توقعات وصول الأحزاب اليمينية هنا وسبل تخطيها وسبل تعامل منظمات المجتمع المدني مع تلك المنظمات. انتظرونا. مشاهدينا المتابعين، نرحب بكم من جديد. وقبل أن نبدأ في محورنا الآخر، ألا وهو موضوع التحديات القادمة على من هم جدد في النمسا في حال وصول حكومة يمينية أو نصف يمينية هنا إلى النمسا، سنستعرض مع المهندس حسام الزراع الذي أحضره معه إلى الاستوديو ويخبرنا حكايته. تفضل. دوري الكنترول مرة له. حقيقة
هذه الذراع اللي هو عملناها في منظمتنا اللي هي سفراء السلام. هاي ذراع ميكانيكية غير مكلفة حقيقة. هذه الطريقة تحرك وتم عملها. يا ريت هون بس على الكاميرا هون بس تساعد المتطوع كمان. تم عملها في طابعات ثلاثية الأبعاد طبعا التعاون مع صديق استرالي هو عنده طابعات ثلاثية الأبعاد. حقيقة احنا ما قدرنا نحصل على ممول حتى نشتري الطابعات. هي يعني قد تكلف يعني ما بين حسب الجودة ما بين 3000 إلى 5000 دولار بالقليل يعني لا يقل عن هذا المبلغ. هو مبلغ حقيقة بمقارنة سعر الذراع هو يعتبر لا شيء لأنه الذراع أنا وصلت للناس محتاجين أذرع وهذا اللي دفعني هذا المشروع. الذراع تكلف من 86000 يعني 70000 إلى 90000 دولار. هذا لازم الشخص يسافر إلى البلد المنشأ مثلا بريطانيا تركيب وتدريب. فهذه تكلف ربما 35 دولار إذا حصلت الطابعات وما يستغرق إنتاجها ربما يعني يومين أو ثلاثة أيام بالكثير. يعني هي تقريبا قديش كلفة إنتاجها؟ قديش كلفة إنتاجها يعني؟ لا يزيد عن 35 إذا كان عدية الطابعات ثلاثة طابعات وحتى مع الطابعات لا تصل حتى عشر من سعر الذراع الحقيقي اللي توفر الشركات المختصة. نعم يعني أنت وفرت أكثر من 90% من سعر الحقيقي؟ والله تقول. حقيقة هي 35 دولار مقارنة ب 90000 دولار لا يقارن. لا يقارن. طب هذا يعني عفوا يعني هذا الكلام من هالنوع هذا إلى أي حد لاقى مستمعين هنا في النمسا يعني؟ بالحقيقة هنا في النمسا أعتقد الحاجة ليست هي بالقوة نفسها اللي نحتاجها احنا بالشرق الأوسط في بلداننا مثلا العراق سوريا وبلدان الحروب المعروفة اللي فيها حروب ومشاكل. بالحقيقة هنا التأمين يدفع رغم أنها مكلفة جدا ولكن التأمين. أنا أعرف صديق هنا فقد راح من سوريا هو التأمين غطى تكاليفها وقال لي ثقيلة لم أستطيع ألبسها مكلفة ولكن غير عملية. 90000 دولار هذه الذراع ما أعرف أنا ما أعرف تكاليفها يعني ولكن عشرات الآلاف الدولارات بصراحة أو اليوروات. فقال لي رميتها قال لي ثقيلة حسام ما أقدر أستخدمها. فاحنا قلت له بس نحن يتم الحصول على حصولنا على طابعات الذراع احنا نصنع لها غير مكلفه وعمليه خفيفه. هذه الميزه اللي فيها. وعندنا امكانيه عندي خطط انه ذراع اللي هي ذكيه نضيف لها بحيث انسان يتحكم فيها في الاعصاب. حقيقه حتى في اتصلت مع ناس مختصين وبروفيسور عراقي في استراليا هو مختص ادى عمل انجازات في هذا المجال. اللي هو خلينا نقول مثل افلام الخيال العلمي الانسان يكون له ذراع. فيستغربون انه احنا مش مختصين ولكن وصلنا لمرحله ننافس فيها المختصين في المجال. فنقدر عندنا امكانيه عندي خطط لو في تمويل انه حولها بسعر قد يتجاوز مثلا هي سعر هذه البايونيك اللي بيسمونها ربما تكاليفها تتجاوز هذيك النوع فوق ال 100000 او 100000 دولار. جميل. نعملها بسعر 4-5 دولار. يعني صراحة ترفع 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 القبعة لك أستاذ حسام شاركني بهالرأي. تماماً. ترفع ترفع مجانية. القبعة. وإحنا مشروعنا بالأساس يهدف طبعاً إحنا مشروعنا سفاء السلام بدينا بالورود ليوضع لتوضيح الصورة عن اللاجئين أو المهاجرين بشكل عام وإعطاء صورة إيجابية. نعم. وأيضاً. نعم. حاولنا نعمل شيء عملي. تمام. مساهمة إيجابية في المجتمع. تماماً. مشاهدينا المتابعين نحب أن نعطيكم التنويه عفواً أنكم بإمكانكم أو نتمنى التفاعل بالأسئلة التي إلى حد ما تصب في محور هذا اللقاء. سيد قويدر يعني صراحةً أنا أستعمل كلمة صراحةً كثير ينتقدوني بها أحياناً. طيب إلى أي حد تعتقد أن وصول أحزاب يمينية هنا إلى النمسا ستعمل عائق في عمل منظمات المجتمع المدني؟ في عملها التي هي أسست على أساسه في الدستور التي تكتب كل منظمة بناء عليه وترسل إلى الداخلية لتأخذ الموافقة عليه. يعني عندما يقول لك السيد دوربيت هوفر الرئيس الذي لم ينجح في انتخابات الأخيرة والرئيس الخاسر كما يصفونه أن يجب على اللاجئين فقط تعلم لا مانع من إعطائهم بعض دورات اللغة ولكن يجب عدم إدماجهم في المجتمع النمساوي لأنهم يجب أن يعودوا إلى بلادهم في حال إنهاء حالة العنف. يعني كيف تقرأ أنت هذا الموضوع في حال وصول حكومة أسود أزرق أو بالعكس؟
دعونا نتكلم بواقعية. أول شيء كما خاصة أسلفت أنكم في السبت الماضي قامت في مظاهرة. تماماً. نعم. سأتي إليها إن شاء الله. نعم. كما أسلفت في بداية الموضوع أن الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني هي تعمل تحت سقف قانون البلد التي تعمل من خلاله. نعم موجودة فيه. فاحتمالية وجود أحزاب يمينية أو أحزاب متطرفة داخل الحكومة ومساهمتها بتعديل الدستور كما أسلفوا الأشخاص أو ضيوفك في الحلقات السابقة هو يؤثر بشكل أو بآخر على عمل منظمات المجتمع المدني سواء بتحجيم عملها أو بالمضايقات كما حصل من اليون جيمان كما يصفونه حينما ضيق الخناق على روضات الأطفال الإسلامية وهو صرح في البداية أنه يريد إغلاقها لأنها لا تساعد على الاندماج ولكن الخطة التي جاءت بعد هذا التصريح وبعد الاستديو أو الدراسة التي وضعها وهي تضييق الخناق على هذه الروضات ليتم إغلاقها في النهاية فالوصول للأحزاب اليمينية طبعا يساهم بهذا الموضوع ولكن بالجهة المقابلة منظمات المجتمع المدني هنا في النمسا ليست كمنظمات المجتمع المدني في سوريا أو في العراق بمعنى آخر أنه مش مسؤول اللي بيفتحها وبيغلقها ولكن هي في إلها نظام وفي نظام الجمعيات المعمول به من عام 2002 هنا في النمسا هذا بيعطي سقف أو بيعطي غطاء حماية لهذه الجمعيات ما بننسى كمان دور الديمقراطية والتعبير عن الرأي في هذا البلد بمساعدة المنظمات المجتمع المدني في التعبير وتغيير الرأي العام داخل هذا المجتمع بالنسبة للمظاهرة اللي خرجت يوم السبت الماضي واللي تم التخطيط لها من حوالي الشهرين والنصف هذه المظاهرة قامت بأيدي هي المسؤول عنها هي منصة داعمة لسياسة اللجوء الإنساني أو بالألماني بلاتفورم فور أين بوليتيشي أسول بوليتيك المنصة هي تجمع عبارة عن تجمع من أكثر من 35 منظمة وجمعية ونادي من ضمنها الـ FHO وهي على فكرة وبكل أسف أنا يعني يحزنني هذا الأمر عندما تشارك منظمة واحدة عربية ولاجئة يعني فتية ومنظمة عربية واحدة في منصة تضم أكثر من 35 منظمة مختلفة من مختلف الجنسيات والأعراق والأديان والتوجهات السياسية والحركات الفكرية كلها اجتمعت لتخرج بشيئين ضد الأحزاب اليمينية المتطرفة ورفيجيز ويلكم أو أهلا باللاجئين هنا في النمسا هاي المظاهرة على يعني في بعض الناس بينتقدون فيها بيقولوا انه هي عبارة عن صراخ في الشارع ومشي في الشوارع هذه المظاهرات هي اللي اسقطت انظمة في 1600 من القرون السابقة وانشأت انظمة جديدة وانشأت بما يعرف بالديمقراطية يعني تبقى لغة الشارع تبقى لغة طبعا الضغط الوحيد على كافة القرارات السياسية وهي يعني يمكن إلى حد ما لما شاهدنا نحن أو يمكن مأساة 2015 اللي صار فيها الطفل اللي وجد غرقان على في 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 تركيا بحر إيجا تماما وزائد الشاحنة فهي كمان عملت بعض المظاهرات من النمسا وفي ألمانيا وفي كتير من دول الاتحاد الأوروبي عملت ضجة هذا اللي خلى انه يعني انت برايك مين اللي فتح الحدود اوكي الحكومه هي اللي فتحت الحدود ولكن بضغط من الشارع عندما نزل الناس الى الشارع وطالبوا بفتح الحدود وخصوصا بعد حادثه الشاحنه التي كانت في طريقها بين النمسا طالب الشارع بفتح الحدود وتمكنوا من اجبار الحكومه على فتح الحدود واستقبال اللاجئين هم الذين استقبلوا اللاجئين عندما عجزت الحكومة عن توفير الإمكانيات للأعداد الهائلة القادمة إلى النمسا وإلى محطات اللجوء كما أسلف الضيوف السابقون المنظمات على اختلافها العربية والنمساوية منها والمسلمة النمساوية منها يعني أنت تجد أن في ظل أي حكومة قادمة مهما كان لونها مهما كان اتجاهها أن منظمات المجتمع المدني يجب أن تأخذ مكانها الطبيعي وتستمر في عملها رغم كل التحديات ولكن يعني لو أطلت عليك يعني
يعني إلى أي حد أنت متفائل عند قدوم هذه الحكومة؟ وخاصة إحنا لن ندخل في موضوع إسلام أو موضوع أقليات أو موضوع أي موضوع آخر، ولكن عند تصاعد الضغوط وتصاعد النبرة الإعلامية التي تشعر المستمع والكثير ممن يقول لها أن صار الموضوع عبارة عن موضوع مقرف، يعني الحياة صارت مقرفة صراحة. بحسب تواصلي مع المنظمات النمساوية التي تعمل على حقوق الإنسان والوقوف بوجه اليمين المتطرف، أرى أن أوكي ممكن من الجائز ولا نتمنى هذا أن يصل الأحزاب اليمينية وهي التركواز والأزرق إلى الحكومة، ممكن أن تصل، ولكن في حال وصولها باعتقادي وبحسب الأشخاص الذين أتكلم معهم وأجتمع معهم يوميا لن يسكتوا عن هذا الموضوع، وستطال موجة الاحتجاجات في الشارع لحتى يوصلوا لحل عادل في هذه الحكومة، بحيث أنه ما يكون في عنصرية ويكونوا واقفين ضد اليمين المتطرف الشعبوي وفي المقابل داعمة لكل الأجانب بما فيهم اللاجئون. تمام. ولذلك أنا بحسن أعطيك في مظاهرات لح تخرج يوم الجمعة غدا الساعة 6 مساء لح تجول من الشوتنتور للبرلمان. هالمظاهرة فيها فعاليات فنية على فكرة، ولكن هي تحت التايتل العام اللي هو رفض اليمين المتطرف وداعم للاجئين. وأنا هون في نقطة، هي المظاهرة يوم الجمعة ومظاهرة يوم الأحد في يوم الانتخابات كمان عند الساعة 6 مساء بالحي الأول، كمان تدعو إلى رفض اليمين المتطرف سواء بحصوله على المقاعد في البرلمان أو لا، وأيضا داعمة اللاجئين. هون في نقطة صغيرة أنا بدي أعقب عليها. لما بيتكلم النمساوي بيقول أنا أدعم اللاجئين في تواجدهم هنا في النمسا، وفي المظاهرة يوم السبت الذي مضى جل الذين حضروا هم من النمساويين على مختلف مستوياتهم، من المسلمين النمساويين، من المسلمين الأتراك، من الأفغانستان، من أفغانستان، من النمساويين، من أشخاص من ألمانيا يقطنون هنا ويدرسون هنا، خرجوا بالمظاهرة دعما للاجئين. وفي النهاية أنا شاهدت عشرات اللاجئين قدموا، وللأسف أنا لا أجد يعني بدك الأشخاص الفاعلين أنه عدد اللاجئين أو عدد الجدد الموجودين هنا في النمسا كان قليل جدا مقارنة بالنمساويين اللي هن شاركوا. طبعا أنا خارج بمظاهرة عم قول أنا رافض لليمين المتطرف، وبعض اللاجئين يتحججون بأنه هي سياسة ونحن ما بدخلنا بالسياسة، سيب السياسة على جنب، في طرف ثاني. أنا شخص هذا الموضوع يعيدنا للنقطة الأولى التي بدأنا فيها حوارنا، أنه لا يوجد الوعي الكامل لما هي منظمات المجتمع وآلية عملها. تماما. سيد جنابي، أنت باعتبار إلا حاليا يعني تعمل وبشكل مستقر، إلى أي حد صراحة تخاف على مستقبلك ومستقبل ابنك في حال قدوم حكومة يمينية هنا؟ وما يعني كيف ترى نفسك مع التحديات القادمة؟ والله بالنسبة للظروف بشكل عام كما نشاهد البرامج الانتخابية، يعني يبدو بعض الأحزاب لا شغل لديها ولا شاغل إلا هو المهاجر واللاجئ. بالحقيقة أنا أتمنى أنه يهتمون ببعض وظائف في السوق أكثر من ما هم يهتمون باللاجئين، لأنه هذا ما يشغل الشارع النمساوي أكثر. نحن صرنا سلعة، هذا الشيء حقيقي يقلقنا كلنا جميعا، يعني حتى النمساويين أنفسهم اللي هم مسلمين، اللي هم ولدوا في هذا البلد وعاشوا ربما حتى أبا عن جد إلى آخر. فبصراحة نتمنى أنه إلى أي حد أنت متفائل؟ فهمتك يعني ليس لك أدنى اطلاع على يعني فعلا هذا الموضوع لديه خبرة، يعني حتى النمساويين يعني أنت ما تسألهم. أنا أمس كنت أتغدى مع شخصية نمساوية، امرأة هي مشاركة معروفة في منظمات معروفة هنا، نعم. فكنا نتحدث على هذا الموضوع، يعني هم النمساويين المعتدلين هم منصدمين، وهم لا يعني هم محيرين، وهم أهل البلد أكثر من عندنا، يعني يقولون بصراحة نحن منصدمين ونحن نشعر بالخزي من هذه الأحزاب بما تفعلهم على الأجانب. هذه وجهة نظر النمساوية نسبة من الشارع ليست هينة. جميل. اللي هم يعتقدون أن هذه الأحزاب هي على غلط، وأعتقد أن الحق لازم يتصدر يوما ما. لا أعتقد أنه النهاية عندما تفوز هذه الأحزاب التي هي برامجها اللاجئين معناها النهاية حتى لو فازوا. فهناك أمل، الشارع النمساوي متيقظ،
هناك مظاهرات، هناك برامج، فالنمساويين ليست كلهم ضد اللاجئين. إلى أي حد تعتقد نفسك ستستطيع أن تتعامل، أو عفوا تستمر أنت والشباب أو والشابات الذين يعملون معك ضمن المنظمات التي تشرف عليها أو ساهمت فيها في وجود حكومة يمينية؟ هل عندك تصور للموضوع؟ تمام. أول شيء متفائل إلى حد ما، يعني هو الفونسيك بروتسيند، انا بقول 60% بعد ما واضح على وشك على فكره. انا اتوقع نسبه نجاحهم 50-50%، ولكن هذا الشيء تبقى تخمين يعني. لا، ولكن تفاؤلي ياتي بي 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 بالاشخاص الذين اراهم في الجمعيات العربيه الناشئه، وصراحه يعملون بجد وبدون كلل. شيء طبيعي عندما يظهر شيء جديد ونتعامل معه ونبدأ فيه، من الطبيعي جدا أن نخطئ، ولكن هذا العمل داخل هذه الجمعيات هي تساعد على تطوير الذات، تساعد على فهم العمل كجماعة، تساعد على الإنتاجية في هذا المجتمع، وتساعد أيضا، هي نقطة كتير مهمة، على حب الخير وحب العطاء والمبادرة اللي ما تعلمناها نحن ببلادنا، هون نحن نتعلمها. ومثل ما قال النبي اللهم صل عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقول اعملوا الله بيقول. فأنا متفائل صراحة، بالرغم من وجود الشاب اللي لح يجي على الحكومة ولا الأحزاب اليمينية، أنا متفائل خيرا يعني. هل ستعيد توزيع الورود في حال قدوم حكومة يمينية تدعو لكراهية الآخر مرة أخرى وتعيد تجربتك؟ في الحقيقة هذه يذكرني في موضوع، يعني اشتراخه كان في حديث مباشر مع الشعب النمساوي في ستيفنز بلاتس اعتقد قبل سنة ونصف، وانا وقفت وشعري الاسود، لاحظ يعني الناس ومشجعيه ومتابعيه كلهم الساحة ممتلئة وينظروا لي ماذا يفعل هذا اللاجئ هنا. حقيقة انا ما اشجع على الانسحاب، بالعكس هو كان يتكلم على اللاجئ وانا كنت واقف اسمع. انا اريد افهم هذا الشخص المقابل كيف يفكر، علشان بالنهايه اذا افهمه اقدر اتعامل معاه. فهذه خطوه، ربما اغلب متابعي كانوا مصدمين، شعر اسود والوجه يعني واضح عربي. ماذا يفعل بيننا مره اخرى؟ نعم لكي اوضح الصوره، لأنه يعني ستكون إيجابي أكثر. طبعاً مع اشتراخ شخصياً لا أعتقد، يعني لأنه هو من يعني شهادته في الشارع لن تقدم له ورد. من الواضح مع خبرتي ومتابعتي في الإعلام له لا يتقبل الرأي الآخر. ربما أنا في ناس أكبر من عندي وحكمة وشهادات وخبرة. لعلم في بعض ولايات النمسا يوجد تحالف بين حزب الأحرار وحزب الديمقراطي SPO والSPO. في الشارع ربما نغير، حتى لو واحد يعني شخص من أتباع هذا الحزب، ربما تغير الوردة نظرته. طبعا ليس اشتراخه شخصيا، يعني انت تحاول ان تراهن على 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 على, على المواطنين النمساويين. نعم. سيد خويدر، السؤال الاخير لك: في حال قدوم ايضا حكومه يمينيه، ما هي اول مناسبه او عفوا فعاليه ستحاول تنظيمها؟ على المستوى الشخصي انا على مستوى على مستوى منظمات المجتمع المدني. على مستوى المنظمات المجتمع المدني كما اسلفت لك، سيقومون بالتظاهر في الشارع رفضا لهذه الحكومه المشكله، وهذا بخطة البرنامج لإحدى المنظمات اللي هي اسمها لينكس فيندا، والمنصة اللي ذكرتها اللي هي عبارة عن تجمع منظمات أخرى. في اجتماع يوم الأربعاء، وأنا أدعو الأشخاص المميزين اللي بيحسنوا أنه هم يقدموا شيء، هم ممثلين عن جمعيات أو عن منظمات. يعني تذكر المكان صراحة بحسن أنا أحط التفاصيل عندي على الصفحة، لأنه لازم يكون في إلها دعوة ضمن كمان ضمن أسئلة اللقاء. تماما أنا أذكر أيضا بنقطة كتير مهمة، ألا وهي المساهمة في المنظمات المجتمع المدني. عندما نحن يمكن اتطرقنا في المحور الأخير من هذه الحلقة إلى الموضوع السياسي، ولكن في جانب آخر إنساني وترفيهي وجانب خدمي للمجتمع. يعني هل تخطط يعني إقامة أي مناسبة يعني تدل تعيد الفرح، تعيد التفاؤل؟ طبعاً على مستوى الإفهاء كإفهاء دائما يخططون، مو بس لتوزيع الورود، لتوزيع الفرحة والسعادة. جميل جدا. الحقيقة أحب أنوه على نقطة أخرى، يعني إحنا كان لنا اتصال مع السياسيين، يعني أنا شخصيا تواصلت مع وزيرة الداخلية اللي سبقت سوبوتكا، ووصلتنا رسالة شكر ميركل.
نعم. اللي هي الان ترشحت اعتقد في نيدر اوسترايك. صحيح. يعني تتواصل هي حاكم ولايه نيدر اوسترايك. رسلنا لها وقدمنا لهم الشكر نيابه عن لاجئين والى اخره، وعرفناهم انه احنا ماذا نعمل وش نسوي من ضمن هذه مشروع الاذرع المجانيه، ووصلتنا رساله شكر من عندها شخصيا. وايضا عمده فيينا في الفتره الاخيره اعتقد قبل اسبوع ايضا وصلتنا رساله شكر من عمده فيينا على هذه الجهود. فاحنا نحاول ليس فقط الشارع، اذا قدرنا نوصل لسياسي معين نوصل للصوره ماذا يعملون المهاجرين شيء ايجابي تحسين الصوره، فسوف نفعل حتى مع الشرخ. تحياتنا لكم. في نهاية اللقاء أشكر الأستاذ عبد الحميد قويدر الناشط المدني في منظمات مجتمع المدني في النمسا، والمهندس حسام الجنابي مؤسس جمعية سفراء السلام للعمل التطوعي في النمسا، وأشكر كل من شاركنا ومن تابعنا في هذا اللقاء. وقبل النهاية أحب أن أنوه أننا إن شاء الله في يوم الأحد ألا وهو يوم الانتخابات سنكون معكم طيلة النهار في تغطية مباشرة ومتابعة لكافة تفاصيل الانتخابات وتطورات الانتخابات. طبعا لمن لا يعلم، الانتخابات ستبدأ يوم الأحد من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء. الساعة 5 مساء تقفل كافة صناديق الاقتراع في كافة ولايات النمسا، ويتم فرز الأصوات فورا، وعلى قرابة الساعة 6 مساء تكون النتيجة في حكم بين 90% إلى 95% قد تبينت. أي عند الساعة 6 مساء اليوم الأحد سيكون اليوم الحاسم أو الوقت الحاسم صراحة، الذي سيعرف الجميع من هي الحكومة أو إلى حدنا ما هو الشكل القادم، لأن الحكومة تبدأ على سبيل المثال 3 أحزاب الأوائل الـ SBO-FO الـ OFOP، من يكون الأول هو من يحق له بتشكيل الحكومة ويختار من يريد التحالف معهم، إن كان من الأحزاب الأخرى مثل الحزب لغرون، الحزب النيوس، حزب أو بيلس بلاكات. ستكون صراحة يوم الأحد يوم حافل، فنتمنى لكم أن تتابعونا، وسنكون معكم كما أسلفت في بث حي وباشر أعتقد ابتداء من الساعة 3 أو 4 عصرا من المراكز الانتخابية انتقالا لمراكز قيادة كل حزب على حدة، وبالنهاية إلى المركز الحفل الأساسي أعتقد والذي سيكون بالحي الأول. وكما أسلف السيد حميد أن يوجد مظاهرة، فعلا هذا موضوع دقيق لربما يجب المشاركة به. وأيضا أشكر من خلف الكاميرات كادر العمل بتعبهم معنا للثلاث أسابيع السابقة، الأستاذ جمال إمام والأستاذ حيدر الحيدري والأستاذ رفاعي عنكوش، وأنا أحمد مراد في كل ما مراسل، وأمسية سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.